خلينا نروح نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وانشطته كمان مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا بونجور، صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. النهارده في فقره اخبار النادي هنتكلم عن الالعاب الاخرى، والبدايه من لعبه كره السله. النهارده رجال كره السله هيكون عندهم مباراه امام فريق القناه، مباراه هتكون في الاسماعيليه في تمام الخامسه مساء، ده طبعا ضمن منافسات دور ال16 من بطوله دوري السوبر. يعني طبعا دي مباراة العودة. خلوني أفكر جميع مشاهدينا بمباراة الذهاب، كان قدر رجال كرة السلة يحسموها لصالحهم. المباراة كانت بتقام هنا على صالة الأهلي، وقدروا ينهوا المباراة بنتيجة 80-70. يعني رجال كرة السلة كانوا غادروا للإسماعيلية أمس استعدادا لمباراة اليوم. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، إن شاء الله يعملوا مباراة كبيرة زي ما عودونا دايما. خلونا دلوقتي نروح لكرة الطايرة. رجال كرة الطايرة وبعد طول انتظار تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري. طبعا رجال كرة الطايرة في المجموعة الأولى واللي بتضم الأهلي، سبورتينج، هليوبلس، الزهور، الإعلاميين، وإسكندرية للبترول. يعني خلوني أكلم حضراتكم أكتر عن نظام الدوري. بيكون في كل فريق بيخوض 10 مباريات، بتكون بنظام الذهاب والعودة. المنافسات هتبدأ من يوم 6/12 وهتستمر حتى يوم 7/1. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. رجال كرة الطايرة كانوا خاضوا سلسلة من المباريات الودية، النهاردة كمان هيكون عندهم مباراة ودية أمام سموحة. المباراة هتكون الساعة 4 العصر هنا على صالة النادي الأهلي، ده طبعا ضمن الاستعدادات للفترة المقبلة. كمان خلوني أقول لكم أنه كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق كان صرح أن رجال كرة الطايرة جاهزين تماما لبطولة الدوري، وكمان إن شاء الله هينافسوا على جميع البطولات زي ما عودونا دايما. يعني ده اللي احنا متعودين منه على فريق الماسترز، فريق كرة الطايرة رجال. خلونا كمان نروح لسيدات كرة الطايرة. النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في تمام الخامسة ونصف مساء هنا على صالة النادي الأهلي، ده ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري. يعني يمكن لسه لم يتم إعلان جدول المباريات، لكن إن شاء الله قريبا جدا هيتم الإعلان عنه. أما عن بنات كرة الطايرة، الحقيقة أن هم ماشيين بمستوى كبير جدا في بطولة منطقة القاهرة. يعني فريق 18 سنة أمس قدر يفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 3-0، وأيضا بنات 16 سنة قدر يفوز على فريق صيد القطامية بنتيجة 3-0. الحقيقة أنه بنات كرة الطايرة بيلعبوا بروح كبيرة جدا بتليق باسم النادي الأهلي، إن شاء الله يستمروا على هذا الأداء. اخيرا خلونا نروح للعبه كره اليد. رجال كره اليد امس قدروا يفوزوا على فريق هليوبلس بنتيجه 28-24 ضمن منافسات الجوله ال17 من بطوله دوري المحترفين. المباراه طبعا كانت بتقام على صاله هليوبلس، لكن رجال كره اليد قدروا يسيطروا على مجريات المباراه ويختموا المباراه لصالحهم بنتيجه 28-24. يعني دي طبعا اخر مباراه لرجال كره اليد قبل فتره التوقف بسبب معسكر المنتخب الوطني اللي هيبدأ بالتحديد يوم 5/12. طبعا ده ضمن الاستعدادات لبطولة افريقيا اللي هتكون في شهر يناير القادم. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، الحقيقة ان هما دايما معودنا على اداء كبير وبيكون مشرف طبعا لمصر. كمان اخيرا خلونا نروح لسيدات كره اليد. النهارده هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم الاول فقره من التدريبات البدنيه في صاله الجيم الساعه 7 مساء، بعد كده هيكون عندهم فقره بالتدريبات بالكره على صاله النادي الاهلي هتكون من الساعه 8-10 مساء، ده طبعا استعدادا لمباراه غدا اللي هتكون امام فريق اتحاد الشرطه. المباراه هتكون في تمام السادسه مساء ضمن طبعا منافسات بطوله الدوري. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقه سيدات كرة اليد مستواهم ثابت هذا الموسم، يعني بيحققوا انتصارات في جميع المباريات اللي بيخوضوها، وكمان بيقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بفرق سكور. يعني دي أنا هواندو يا كريم كانت أبرز الأخبار. خلوني كمان أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني حقيقة في حالة من النشاط، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، وفي حالة من السيولة المرورية الجيدة في الطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز
أبرز أخبارنا اليوم في فقرة أخبار النادي الأهلي. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية منك رائعة يا هنا، وحلو كمان ان انت تطلعينا عما بيدور يعني داخل النادي الاهلي وكمان الحالة المرورية. وانا كمان بقول لحضراتكم يعني من عندنا من موقعنا هذا لا في سيولة مرورية كويسة جدا. شكرا ليك يا هنا.